أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا في الرؤى مع نظيره الموزمبيقي تجاه عدد من القضايا والتطورات الجارية على المستوى الإقليمي والدولي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، أشار الرئيس السيسي إلى تطورات الموقف في ليبيا والسودان، مشددا على أهمية الحوار والعمل على إيجاد حلول للتهدئة وإيقاف إطلاق النار. في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي أيضا، كان في توافق فيما يخص القضايا زي قضايا الموقف، تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان، وأهمية يعني العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران، وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة. وده واضح إن ده توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية، وعلى أرضها اللي هي أكثر قضية حديثة، لأن هي قضية التطورات اللي بتحدث في السودان.